شو في سموحة؟ أنا بالأصل دارس هندسي، بس بعد ما تخرجت أخذت الشهادة وعلقت على الحيط، ما بشتغل بالهندسة طاول طاول. يعني شو بتشتغل؟ بشتغل بالفن. يعني حضرتك بتغني؟ هلأ أغني فن؟ أنا بمثل. عفوا بس أنا ولا مرة شفتك على التلفزيون. وأنا ولا مرة شفتني. شو في سموحة؟ أنا ممثل مسرحي، بشتغل بأسرة المهندسين المسجمين، وهي الفرقة انشقت يعني استقلت عن أسرة المهندسين المستقلين. إيه سمعاني فيها هاي؟ طبعاً لازم تكون سمعاني فيها، أصلاً نحن سمعتنا بعباي بلد. هلأ في عنا عرض بالشام، بس إيش عرض؟ يا يوب يا سموحة، كله نقد نقد على أبو جلب. والفرقة كلها مهندسين؟ لك إيه كلياتنا مهندسين. لك نحن عنا اللي بيعمل قهوة وشاي خريج معهد هندسي، لك حتى مهندس ديكور بالأصل مهندس كهرباء. شو جاب الكهرباء للديكور؟ الله يصلحك يا سموحة، هواية خيط هواية هاي، ما لها علاقة بدراسة، ساعدتي شو هوايتك؟ أنا؟ جمع الطوابع. يا ولد ايش عم تضحكي؟ ايش في شيء بضحك؟ عم تمسخري على رفيقتك؟ لا مو هيك بس تذكرت هيك نكتة بايخة كثير. نكتة بايخة، طيب ماشي احكي لنا اياها بركي بتضحك عليك شوي.